أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في هذه الأيام فئة من الناس ينادون بتقارب الأديان وتعاونها في محاربة الإلحاد والفساد وعبادة الرب، فهل يمكن ذلك؟ ما أدري، يمكن اللي يقول لا إله إلا الله مع اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا ممكن؟ هذا ما هو ممكن، لكن أننا إذا لم يتعرضوا لنا ولم يؤذونا نكف عنهم، إذا لم يتعرضوا لنا ولم يؤذونا وتفاوضنا معهم على ذلك فنكف عنهم، وكفرهم قاصر على أنفسهم. فإن كان من هذا الباب أنهم لا يتعرضون للمسلمين ولا يؤذون المسلمين والمسلمون يكفون عنهم، مع أن المسلمين الآن لا يفعلون شيئا، لكن إن كان هذا هو المقصود فلا مانع من ذلك، هذا من المهادنة، هذا يكون من المهادنة. أما أننا نقرهم على دينهم، يعني نرضى دينهم نعتبره دينا صحيحا، هذا باطل ولا يجوز. لا يمكن أن يقولون الله ثالث ثلاثة، إن الله فقير ونحن أغنياء، يسبون الله سبحانه وتعالى ويحرفون كلام الله ونصحح دينهم، لا. لكن إذا كفوا شرهم عن المسلمين تركناهم، بل إن الله أمر بالإحسان إلى من لم يؤذي المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب التعامل، ما هم من باب إننا نرضى دينهم ونصحح دينهم، دينهم باطل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. إذا كان هذا من باب المفاوضة معهم لكف شرهم عن المسلمين فلا بأس بذلك. نعم. أما إذا كان لتصحيح دينه وصفه إلى جانب الإسلام هذا باطل ولا يجوز. نعم.